السلام عليكم. لا شك إخواني الكرام أنكم تتذكروا يوم 3 أفريل فتحنا الخلية هذه، 3 أفريل الماضي طبعا فتحنا الخلية هذه وزدنا لها إطار من الشمع الأساس اللي هو هذا، على أساس أن الخلية تقوم ببناء هذا الإطار والملكة تضع البيض فيه. عموما نحن يا اليوم يوم 6 أفريل أني فتحت على الخلية وجيت نتفقدها ونشوف أين وصلت الخلية مع هذا الإطار. بون نبدأ مباشرة، اسمحوا لي ثواني نروحوا للإطار مباشرة تاعنا. أنا هنا راه يظهر لي أن الخلية قامت ببناء على الأقل نصف الإطار، يعني إذا ما بنتوش كله بنت نصف الإطار. هذا هو الإطار، أيوه شوف هنا يا ما شاء الله الخلية، يعني بناء تقريبا كلي ما عدا هذه الزاوية هنايا وهذه الزاوية هنايا. البيض موش يظهر لي أنه فيه بيض، ثواني فقط نحاول نكبر الصورة مع بعض. ثواني حاولت باش نوضح الصورة ولكن للأسف الكاميرا غير دقيقة. عموما هو الملكة ما وضعتش البيض، ربما الآن راهو غير واضحة، الملكة ما وضعتش البيض، ولكن الشيء الممتاز والشيء الجيد أنه الخلية قامت ببناء الإطار من الجهتين. دوك نشوفوا الجهة الثانية نفس الشيء، هنا تقريبا كل الإطار ما عدا هنا في الأسفل فقط، هذه الزاوية وهذه الزاوية. الآن ما دام النحل تاعنا بنى الإطار هذا، فهذا يعني أن الخلية عندها قوة من العمال، قوة من النحل الشغال الصغير، عفوا النحل الصغير اللي ينتج الشمع ويبني لنا الأساسات هذو. احنا الان واش ننتظروا؟ ننتظروا فقط ان الملكه تقوم بوضع البيض في الاطار هذا، بمجرد ما تنتهي من وضع البيض في الاطار كله نضيفوا اطار اخر. واحسن وقت لاضافه الاطار في تقديري انا هو ننتظروا لما الملكه تضع البيض في الاطار هذا والبيض يفقس، ومن بعد النحل يقوم بالغلق على هذا الاطار، يعني الحضانه تصبح حضانه مغلقه. في ذاك الوقت نقدروا نضيفوا الإطار الثاني. ربما الواحد يتساءل يقول لماذا؟ لأنه الحضانة المغلقة تحتاج لرعاية أقل من الرعاية التي تحتاجها الحضانة المفتوحة. يعني لو الإطار تاعنا كان مازالت الحضانة كانت مازالت مفتوحة وإحنا ضفنا له إطار آخر فارغ على أساس أنه باش النحل يبنيه والملكة تضع لنا البيض فيه، هنا يا رانا عقدنا مهمة الخلية وزدنا لها حملناها عبء آخر. ولكن لما الحضانة تكون مغلقة خلاص هنا النحل يكون مسؤوليته تجاه الحضانة المغلقة هذه تكون مسؤولية قليلة، يدفيها فقط ويوفر لها نوع من الرطوبة. هنا نقدر نضيف الإطار الثاني، النحل تاعنا يقوم ببنائه والملكة خاصة لو كان الجو دافئ وكان الرحيق الذي يدخل إلى الخلية يدخل بشكل جيد، فسيحدث سباق بين النحل الذي يبني الشمع وبين الملكة التي تضع البيض. النحل يحاول أن يسابق الملكة لكي لا يعني باش الملكة ما تلحقش على النحل، والملكة أيضا تحاول تلد بأسرع قدر وبأسرع كمية باش النحل ما يلحقش عليها في بناء الشمع. يعني تصبح مثل نوعا من لعبة القط والفأر. عموما كاين واحد النقطة أيضا، لو الشمع الذي بناه النحل لو كان لونه أبيض ناصع، بياض يعني بياض مثل بياض الثلج، فهذا مؤشر جيد يدل على واحد أن الخلية تاعك راهي بها كثافة جيدة من النحل الصغير الذي يبني الشمع. ثانيا يدل على أن المرعى المتوفر في الخارج هو مرعى قوي،
ما يخفناش كما أشرنا سابقا أن النحل في بنائه للشمع يحتاج إلى كمية هائلة من الغذاء، وهذا الغذاء يجيبه من الطبيعة. كل ما الطبيعة تكون غنية بمصادر الرحيق، كل ما ينعكس ذلك بالإيجاب أو ينعكس اضطرادا على لون الشمع، يكون الشمع ناصع البياض مع توفر الغذاء في الخارج. هذه نقطة ثانية أيضا يدل على أنه التغذية التي تقدمها للنحل تاعك هي تغذية كافية وصحيحة. لو النحل أنتج جراء هذه التغذية، لو أنتج لك شمع شديد البياض، فهذا يعني أن التغذية جيدة. أنا في الحالة تاعي راني هذا الطرود وهذا التقسيمات الصغيرة راني نعطي لهم واحد لاثنين، يعني باش نكونوا أكثر وضوح، 1 كيلو من السكر في 2 لترات من الماء، في 2 لترات من الماء، هذا هو التركيز اللي نستخدمه في الأيام هذو. أما إذا كان الشمع تاعنا باهت أو فيه نوع من اللون البني أو كأنه متسخ، فهذا يدل على نقص المرعى، يدل على نقص المرعى. فالنحل هنا يضطر إلى مزج الشمع الجديد بالشمع القديم وبالبروبوليس، فينتج لنا شمع هكذا باهت لونه غير مقبول، وهذا يدل على ضعف المرعى بالدرجة الأولى. عموما هذه الخلية رانا شفنا، أنا ما راقبتش كل الإطارات أو الحضانة الموجودة في الخلية، ولكن كان الهدف تاعي فقط أني نطمن على الإطار اللي ضفناه، هل الخلية بنته ولا ما بنتوش. وردا على بعض الأصدقاء اللي قالوا أنه لما تحط إطار من الشمع الأساس بين حضنتين فإن النحل يقوم ببناء البيوت الملكية، صحيح هذا الكلام صحيح ومعقول، ولكن هذا لما تكون الخلية ضعيفة وما تكونش عندها قدرة في البناء، فيصبح هذا الإطار كأنه حاجز بين النحل، فالملكة تبقى تلف وتدور في جهة واحدة ولا تذهب إلى الجهة الأخرى. النحل الموجود في الضفة الأخرى يشعر باليتم ويبني البيوت الملكية، ولكن في حالتنا لما تكون الخلية فيها 4 أو 5 إطارات حضنة كلهم حضنة والجو دافئ والمرعى متوفر، هنا الخلية تصبح قابلة للتمدد، ولها هي أصلا لها رغبة في التمدد. يعني لما تضيف لها إطار هكذا فالنحل كما نقول يبوسك من جبينك. والإجراء هذا كما قلت سابقا النتيجة تعود تظهر بعد 21 يوم من وضع الملكة للبيض هنا. تخيل أننا نضيف احنا هذا الإطار فتقوم الملكة بوضع البيض فيه كاملا، وبعده بيومين أو 3 نضيف إطار آخر، فالملكة النحل يبنيه والملكة تضع فيه كمية كبيرة من البيض، وهكذا يعني خلال مثلا 10 أيام أو 12 يوم نضيف 3 إلى 4 إطارات. هذه الأربع إطارات هذه ستفقي استباعا بعد 21 يوم، تفقي استباعا وتعطينا دفع زخم كبير، يعني تصبح الخلية مليئة بالنحل. وللمعلومة أيضا قلنا إطار واحد فقط من الحضن المغلقة لما يكون في الجهة اللي منا والجهة اللي منا، يعني الجهتين كلهم فيهم حضنة من الطرف هذا للطرف هذا، عفوا، لما يفقس الإطار هذا راح يغطينا إطار ونصف آخر من، يعني إطار واحد من الحضانة المغلقة تعطينا إطار ونصف من النحل، فما بالك بأربع إطارات، يعني العملية راح تكون كبيرة جدا والدفعة راح تكون واضحة وجلية يعني للنحل. هذه طريقة من الطرق اللي تخلي الخلية تاعنا تقوم بقفزة نوعية طبعا، لأنه النحل صحيح هو في النهاية يشتغل ويعمل وفق الفطرة تاعه التي فطره الله عليها، ولكن أيضا هناك بعض الحيل التي يستخدمها النحل، ويستثمر في قوة النحل ونشاطه لكي يكون الربح كبير. لست أتكلم عن الربح المادي، ولكن أتحدث عن قوة الخلية، عن نشاطها، عن حضانة كبيرة، عن جيش من النحل، عن أتكلم عن موسم كامل هنا، الحديث عن موسم كامل. مش عارف، مواضيعي دائما هي مواضيع مرتجلة، ما عندي لا ورقة لا تحضير مسبق، لذلك فربما بعض الأفكار تحضرني وبعض الأفكار الأخرى تغيب، ولكن عموما هذه الفكرة اللي كنت باغي نوصلها من المفروض راني وصلتها.
هذه الخليه هذه ان شاء الله هذا الدرس الثاني معها. رايحين نواصل سلسله من الدروس خاصه فقط بهذه الخليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الظروف الطبيعيه وال يعني تجري الرياح بما نشتهي ان شاء الله، ونشوف كيفاش تتطور. وعفوا قبل ما ننسى نعاود نرجعوا للبيوت الملكيه، ما كملتش، كانت عندي واحد النقطه وما كملتهاش تفكرتها الان. البيوت الملكيه حتى ولو الخليه بنات لك بيوت ملكيه تقدر تقتلهم عادي، تفسدهم والنحل ما يعاودش يبنيهم لك. هايوة هذه نقطه. نقطه اخرى، هذه الطريقه هذه انا نشتغل بها ولسنين عديده، مش الموسم هذا فقط او الموسم اللي قبله، اشتغلت بها لسنوات عديده وثمارها طيبه جدا. ولا مره صدقوني والله ولا مره صادفت خليه يعني اضفت لها اطار من الشمع المبني او الاساس وقامت ببناء البيوت، ولا مره. كل ما نضيف لها اطار الا وتبنيه الخليه والملكه تضع فيه البيض وأضيف له إطار آخر، وهكذا دواليك تصبح الإطارات تضاف تباعا حتى تصبح الخلية على 10 إطارات. والفائدة الكبرى، الفائدة الكبرى وين تنلمسوها، نلمسوها لما تصبح الخلية على 10 إطارات. لما تصبح الخلية على 10 إطارات والموسم يكون مازال يعني مازال هناك مرعى جيد ومازال درجة الحرارة معتدلة أو طيبة بصفة عامة، هنالك نعرف وش معناتها او ما قيمه الخليه القويه. الخليه القويه لما تكون على 10 اطارات مليئه بالنحل ومضغوطه بشكل جيد وفيها حضنه 7 8 9 اطارات من الحضنه، صدقوني لما نضيفوا لها عاسله خلال 10 ايام فقط، ما نقولش 11 يوم او 12 يوم، 10 ايام فقط، وهذه المعلومه ذكرتها في عديد المناسبات، خلال 10 ايام فقط الخليه تقوم ببناء العاسله بناء محكم، الملكة تلد في عديد الإطارات، والنحل يقوم بتخزين العسل أيضا في مساحات كبيرة جدا من الإطارات. هكذا باش نقدر تكون عندنا صورة مبدئية على فائدة الخلية القوية في بداية الموسم، أو فائدة تجيش الخلية في بداية الموسم. احنا هذا الإجراء اللي نديره فيه الآن، هذا التوسع الأفقي الهدف منه والغاية منه الإسراع، الإسراع في تجييش النحل. لكن الإسراع لا يعني السرعة ولا يعني العجلة، ولكن نمشو هكذا واحدة واحدة وفقا لحجم النحل وكمية النحل الموجودة في الخلية. الخلية هذه نعطولها الإطارات بقدر مناسب، نعطولها التغذية بكمية مناسبة، ونبقى يعني نستمر في مراقبتها طيلة موسم النشاط، والنتيجة راح تكون طيبة صدقوني، طيبة جدا إن شاء الله. المهم ما نطولش عليكم، أكثرنا الكلام ربما هكذا في على الفاضي كما يقولوا الإخوة المشارقة. وبالمناسبة تحياتي لكل المشاهدين والمشتركين والأوفياء تاع القناة تاعنا، بفضل الله وبفضل ثقتكم في القناة اليوم لو لاحظتوا أصبحنا أكثر من 10,000 مشترك، ما شاء الله يعني رقم لم يكن أحد يتوقعه ولم يكن في الحسبان. تحياتي لكل الأخوة الجزائريين، التونسيين، المغاربة، الليبيين، الإخوة في العراق وفي مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي في أرض المهجر، في أوروبا، في أمريكا، في كل الـ يعني كل المشاهدين، لأني أنا عندي إحصاءات القناة وطبعا نعرف كل الزوار من يعني البلد الذي تتم المشاهدة من خلاله. والله ثقتكم هي تاج على رأسي، وفي نفس الوقت هي مسؤولية، أتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية. دمتم في رعاية الله وحفظه. مش عارف إذا كنت أشرت للتاريخ، اليوم 6 أبريل، مش متفكر إذا كنت أشرت له من قبل ولا لا، والمهم هو يوم 6 أبريل 2018. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما ننسى، راني مجهز التغذية الخلية هذه، دوك نقدموا لها التغذية ونكملوا نحبسوا التصوير. تقريبا 1 لتر.
الكمية هذه تساعد في البناء، وراح تحرض الملكة على وضع البيض. يلا نتلاقاو في العدد القادم إن شاء الله. سلام.